بعد ما عرفنا إجابة سؤال منيرة وإن الحاجة اللي كانت بتحاول تفتكرها هي بلفونيرا من منتجات سراج، وخلاص كده أخيرا خلصوا المطبخ. حصلت مشكلة تاني، منير ومنيرة خلاص ركبوا النجف بتاع الصالة وعاوزين اللمبات اللي تتركب في النجف تكون صغيرة بس إضاءتها كويسة. منير عمال يحاول يفتكر في اسم اللمبة دي إيه، كالعادة منيرة عارفة معلومات عنها بس مش فاكرة اسمها. هي لمبة حجمها صغير وعبارة عن 6 واط، بس في منها كذا مود، في منها 3000 كلفن وفي 4000 كلفن وفي 6500 كلفن، وبتوفر أكتر من 85% من الكهرباء وعمرها بيدوم أكتر من 25000 ساعة ومعها ضمان 3 سنين. تفتكروا إيه هي اللمبة دي من منتجات سراج؟